بسم الله الرحمن الرحيم. باستهداف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، لن يكون هناك في البحرين إلا اجتماع الكلمة واتحاد الصف وثبات الموقف والاتفاق على المفاصلة مع النظام الخليفي. إن كنا اليوم مختلفين على بعض الأمور وبعض المطالب السياسية، فباستهدافي بحماقة الخليفيين، باستهدافهم لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، إنما يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ومشروع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ومكانة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحب الناس لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم لن يتزلزل، بل سيزداد، والناس ستتمسك بعقيدتها، ستتمسك بفرائضها، ستدافع عن تاريخها، ستدافع عن عقيدتها، عن هويتها، عن أصالتها، عن حبها وانتمائها للأرض والوطن. هذا أيضا ما ينطبق على أهلنا في العوامية. ربما يستأسد النظام السعودي اليوم بأسلحة الدمار التي يحصل عليها من خلال الدعم الأمريكي ومن صفقات الأسلحة التي لا تتوقف، وهو ينشر الخراب والدمار والإرهاب في اليمن، واليوم يغير على أهلنا المحاصرين في العوامية، لكن هذه الجرائم وهذه الوسائل الإرهابية لن تنقلب إلا عليه. أينما وجد الإرهاب ستنبر المقاومة، وإن استصغرت المقاومة واستضعفت في عيون الجبناء والضعفاء قوتها وأصالتها وفكرها وحقها وعدالتها، فسيدرك الجميع لاحقا أن المقاومة شرفهم، أن بالمقاومة نصرهم، أن بالمقاومة حفظ دينهم وكرامتهم وإنسانيتهم. السعوديون ونظامهم إلى زوال بعد أن تنتهي وينضب نفطهم وثروتهم، والنصر المؤزر إلى دماء آية الله الشهيد النمر وشهداء المقاومة في العوامية وفي البحرين وللشعبين المناضلين المنتصرين في نهاية المطاف إن شاء الله.